بتعرفوا هالفيسبوك يعني <applause> يعني كثير عم بيعمل شغلات مفيده بتذكر يعني بال اه لك هون بتذكر بوقت الكورونا الناس ما يقدروا يشوفوا بعضهم بوقت اللي بيكونوا عم بيودعوا حدا صاروا يكتبوا رسائل على الفيسبوك وبقيت الوسائل يعني يبعثوا ويعبروا وصارت تعتمد يعني اهل اللي متوفى صاروا يقبلوا من الناس يعزون من خلال الفيسبوك او حتى رسائل قصيره واتساب فويس او او نص وعم بتطلع هون الياس انه قديش عنده ناس بيعرفوه وكلهم كاتبين له ليك 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 يمكن شي 400 400 450 هون عاملين 450 أه، كومنت تعليق على ورقه النعوه تبعه واغلبيتهم كاتبين ليك ريب ريب ار ار اي بي ريب 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 اوف اغلبيه الناس ريب شو يعني؟ انا بعرف يعني لك هيدا يه هذا رجل دين كمان كتب له ريب تقريبا كلهم هيك واوقات بيردوا هون لك شو كاتبين ارقد بسلام هي ذاتها يعني بالعربي بالانجليزي ريست ان بيس او بالعربي ارقد بسلام بس اي سلام يعني انا عم بجرب فكر انه اللي عم بيكتبوا هيك وهن فكرهم عم بيقدموا واجب التعزيه وهل بس نحكي عن تعزيه هي بتكون واجب أو أنه من اللياقات يعني اللي بيعملوها الناس تجاه بعضهم وتقولوا لهم أنه نحن عرفنا أنه الياس توفى وراح و... وأنتم عم بتعبروا عن مشاعركم تجاهنا وعم بيكتبوا مع الأبرار والصديقين في كذا واحد شفته مع الأبرار والصديقين يرقد بسلام مع الأبرار والصديقين في اكيد في كثير هيك كومنتات حلوة حلوة وفيها رجا مسيحي ليك هون في كم واحد كمان كاتب المسيح قام حدا فيك الله يرحمه سبق وعلقت على الفكرة لأنه حدا مرة عم بقول قدام حدا تاني الله يرحمه قال لك يا سامي الله رحمه بعدك عم تحكي عن أنه الله يرحمه الله رحمه فات برحمة الله هلا مش رح نعلق على الموضوع بس انه ليك في كتير اشياء مريت بيحطوا ايدتين هيك مضمومتين انه انه نحن بركي عم نصلي معكم بس الاغلبيه اغلبيه اللي مكتوبين تحت ورقه النعوي كله ريست ان بيس ارقد بسلام بس ما فيش اكثر من هيك يعني اللي كتب او اللي تعود او يلي عم بيعمل ما بيعملوا غيره بيكتب ارقد بسلام او ريست ان بيس انه هو فاهم اي سلام يعني سلام شو سلام مين سلام يمكن أركض بسلام يعني عروي يعني بدون فوضى في واحد يقول هيك أركض بسلام يلا موت يعني متت عمهلك خي بدون اي مشاكل او ارقد بسلام حدا يعني تقدر تكون انه خلص انت بطلت عم تركض يمكن كان مريض وموجوع و... ومات هلا خي ارتاح من كل المعاناه اللي كان عم بيعانيها بس ما فينا ما نطلع نتفي على الانجيل وقت اللي يسوع بيوحنا بيقول سلامي اعطيكم لا كما يعطي العالم اعطيكم انا هذا شو يعني سلامي اعطيكم يعني دغري انا بفكر بسلام يسوع هو انه انا بطلت عم فتش انا بصير بسلام لما بتلاقى بيسوع وماني محتاج بقى أفتش مني عم بركض بقى مثل وقت قال المجد لله في العلا الملائكة غنوا بذكرى بيوم ميلاده وعلى الأرض السلام شو يعني السلام اللي اجى على الأرض ما مليانة حروب ومليانة نزاعات وصراعات يعني البشر بطل عندهم يفتشوا وعم بيفتشوا على هدف ومحروق قلبهم وأعصابهم بدهم عم بيفتشوا بطل يفتشوا لأنه لقيوا ولقينا البشرية لقيت مخلصة وهذا هو السلام الحقيقي وقت اللي بنقول لحدا ميت ارقد بسلام اذا ما كانش سلام يسوع يعني هالشخص اللي توفى الياس وصل هيدا السلام الحقيقي انه وصل غمض عيني عن هالدنيا برمن صوب الملكوت صوب السماء وصار قدام عرش الاب صار قدام يسوع هيدا هو السلام الحقيقي بس اذا كان انا فعلا يعني عارف ومستطعم بهالحقيقه ليش ما بدي اقول ارقد بسلام المسيح اذا هذا اللي انا فاهمه ليش ما بدي اعبر عنه بهالشكل ليش ما بدي اقول ارقد بسلام المسيح سلام المسيح يلي يعني يعني بطل التاريخ ماشي مثل ما كان ماشي من قبل ما يولد يسوع حسب انجيل يوحنا الكلمه صار بشرا وسكن بيننا انه يصير بيناتنا يسوع مش مثل كانه مش موجود بالجسد من هيك بلاحظ قديش في خوف من التعامل مع الموت ومش لاسباب بالدرجه الاولى اسباب روحيه يعني اسباب عقائديه الناس تتجاهل او تتجنب تتعامل مع موضوع الموت بتشوف كيف الناس حتى فكره تمثيليه كيف الناس تستخش يعني بعض الناس يعني بيستهابوا الموضوع من هيك كيف بدي أنا أعرف أنه أنا سأغرق في سلام المسيح بس موت إذا ما كنت قاعد معه قبل إذا ما في قعدات معه إذا مني ما في علاقة طيبة وحلوة أنا وياه إذا ما في علاقة مباشرة وعلاقة شخصية وعلاقتي الخاصة يعني مش علاقة بتشبه غير مثل ما بيعملوا الناس أنا بعمل إذا ما عندش اختباري الخاص كيف بده يكون في سلام بقلبي فبس بحياتي قبل ما غمض عيني عن الدنيا إذا ماني معود أقعد معه وأحكي أنا وياه شو, شو بتكون شو حالتي وحالة الناس بهاللحظة يلي بشريا نعتبرها صعبة ويسوع استهابة أبد عني هذا الكأس كأس الألم والموت فقديش مهم ما انه كل واحد يدرب حاله يقعد مع يسوع ويقعد معه يعني يفهم عليه فكره بالنسبه للحياه بالنسبه للموت بالنسبه لكل مواضيع الحياه البشريه لانه هو اللي عطى التعليم الصح يعني وجه افكارنا وانظارنا صوب القيمه الحقيقيه للانسان والمعنى الحقيقي وقمه المعنى كانت بموته فداء عنا نحن البشر في شغلة يعني إذا ما بعرف مين اللي بده يعزيني قبل ما أوصل للموت في مشكلة يسوع بإنجيل يوحنا بالفصل 14 بيقول أرسل لكم المعزي البرقليت شو يعني التعزي؟ أنه يعني يطبطب لي على كتافي ويقول لي خلاص ما يهمك ما تعتل عشان ما تزعل ما تبكي مش هاي تعزية الروح القدس لإلي هي أنه يخليني أقشع أبعد من اللي عم بعيشه هلأ هيدي تعزيته يعني انه شايف بي ميت قدامي بيعزيني الروح القدس انه بيقول تطلع شوي ابعد من هالتابوت مين رح تلاقي يسوع الحي الآن من الموت رح تلاقي السماوات بكل ما فيها تسبح وتمجد وبيك انضم الى قافله المسبحين والممجدين والمعظمين لاسم الاب والابن والروح القدس هيدي التعزيه فاذا انا هي التعزيه مش مختبرها قبل مش رح اعرف اعبر عنها بعد الموت، يعني انا لقيت بعض هيك يمكن مرتين او ثلاثه من اصل 450 تعليق على وفاه الياس مرتين بيقولوا الروح القدس يعزي قلبكن حدا كاتب الروح القدس يعزي قلبكم وفي حدا هيتو رنت بقلبه كتب له كمان للياس الروح القدس يعزي قلبكن عم بيقولوا لاهله فانا اذا ما اختبرت هاي التعزيه قبل ما انحط بهالصندوق لا انا رح كون عارف حالي وين رايح ولا اللي حوالي فهمين وعارفين وعايشين بس الرعب لمجرد انه يعني صار في يعني الناس اللي بدون رجاء والناس اللي بدون حب ليسوع بيعيشوا هلع بيعيشوا رعب من الموت لانه مدري وين اني رايحين وبنصير نحن عم بنعيش هذا الخوف بس لمجرد نشوف حال غيرنا مرعوب وخايف ف بتحتاج القصة قبل ما أوصل لهون إن يكون عندي وقت أقعد فيه معه أه واختبر تعزيات روحه القدوس واختبر قديش كلامه هو سندي المهمة كلامه بالإنجيل بالكتاب المقدس كله قديش هو سندي لإلي بوقت اللي أنا مريض بوقت اللي أنا خايف بوقت اللي أنا خسران حدا أو خسران شيء بحتاج أنا أه اني اختبر حضوره بحياتي من قبل مسير لوحدة لوحدي، لان تعرفوا بس الواحد يتالم بيكون اللي بيقولوا الالم صاحبه، يعني نقعد نتفرج على اللي بيتالم وعم بينوجع، بس ما بيقدروا يعملوا لي شيء اللي حولي. اذا مش هو الرب يعني بيروح القدوس هو اللي كان حاضر بقوه بحياتي ما حدا بيقدر يعمل لي شيء ولا بتعزى ولا بيقدر شوف شيء من هيك يعني قبل ورقة النعوي وقبل التبوت وقبل كل التعليقات اللي بنحطها وانه عملت وجباتي بده يكون عندي خبرة معه اقعد معه كون اصحاب انا وياه ساعة ما بقعد شايف الا وجهه ساعة اللي بدي موت موت ساعة اللي بحطوني بعتبوتي يحطوني ما انا مش شايف قدامي الا وجهه